السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في حصة جديدة مع شخصية عظيمة من شخصية الإسلام في حواء في الإسلام. اليوم مع أم جديدة، أم ما عاشت بزاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أم ما حكت حتى حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشت من شهر برك وماتت. هذه الأم هدية كانت هادئة الطباع، إنسانة متعبدة جدا، كانت أيضا يسموها أم المساكين، كانت تصدق حتى ما كاش، دير الخير فوق الحد. هاد الأم هادي مات عليها زوجها وخلاها 26 سنة في عمرها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروف عليه أنه ما يخليش حتى امرأة مات عليها رجلها يخليها هكذاك وحدها، سيغتو إذا كانت متعبدة وكانت مؤمنة. هذا دليل على أنه المرأة بعد ما تزوج ويموت عنها زوجها ولا تطلق ستتكالب عليها الشياطين، على جال هذيك ما كانش يخليها، كان يا إما يتزوجها يا إما يزوجها لأحد الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الأم هذه تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صبرت صبر شديد، كانت هي وواحدة أخرى تاني كمتوا أزواجهم، كل واحدة تزوجت بأفضل الرجال وما كانش أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج بها وفي رمضان عاشت معه في أحسن ما يكون، بنى لها دار قدام صفية رضي الله عنها وأرضاها، كانت هادئة، ما تدخل في الغيرة تنسى، ما تدخل في القيل والقال، ما تدخل روحها في حتى حاجة. سبحان الله ما هيش كما باقي الأمهات، حتى لدرجة أنه الأخبار عليها وما عندناش أخبار كثيرة عليها، تلما ما عاشتش بزاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كاش اللي حكى عليها كاش حكاياتها كنقولوا اللي نقدروا نحكوهم. نحكو حاجة واحدة، من احتسب لله عوضه الله خير، صبرت صبر شديد، كانت وحيدة في الهجرة في دار الهجرة، وهكذاك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوجها عوضها خير، ماتت بلا ما حتى واحد يفهم علاش، هكذاك برك جاء الأجل وماتت، ما مرضت ما طاحت ما والو. هنا نشوفوا من الزواج تاعها من الحياة تاعها هذه الأم هدية إنها كانت إنسانة هادئة محتسبة صبورة، واحد ما سمع عليها واحد ما يعرف خبرها، ياما ناس في حياتنا نعرفوهم هادئين محتسبين صبورين وما نسمعوش بيهم، يجوا ويروحوا كيما جاوا كيما راحوا، وهم عظام عند الله عز وجل. هي ثاني أم لحقت بالجنة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أمنا زوجته في الجنة لأنها كانت إنسانة عفيفة طهورة هادئة متعبدة. شحال من الناس تعرفوهم هكذا، شحال من الناس نحتقروهم ونقلوا من قيمتهم، يحكموا الطرف، يكونوا وسط الجماعة ميكتروا الهدرة ميكتروا الكلام، يدخلوا روحهم الناس يشوفوهم يقولوا ضعاف، الناس يشوفوهم يقولوا جايح، يقولوا مسكين. هي أم علمنا ربي سبحانه من حياتها القصيرة، من قصتها اللي ما عندهاش حتى قصة نقولوا بينا، علمنا عبرة كبيرة. عمرك ولا تحقر الناس، عمرك ولا تحقر بالعين، لا مرأة لا راجل، يا ما ناس ما نشوفوش قيمتهم كبيرة، هما عند ربي قيمتهم كبيرة بزاف، يا ما ناس صابرين، يا ما ناس يعيشوا الهموم ويعيشوا أمور احنا ما نقدروش نشوفوها، لكن محتاسبين، قدر يكون يعلي مقامهم في سكات بلا ما نفيقوا بيهم. ياما ناس داروا الحس وسمعوا وراوا ويعبدوا ويديروا وكانوا في أدنى الأماكن، لذلك لازم دايما نعتبروا وناخذوا العبر من هذه الحكايات هذوما. إنها أمنا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. إلى الملتقى في حلقة جديدة، حصة جديدة، حواء في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.